من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إلى قوله تعالى دحورا ولهم عذاب واصب. من فضلك كرر يا شيخ. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى إلى قوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذ يغشى السدرة ما يغشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى
ماذا غلب الصبر إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم kai karatu da kyar haka nan ka samu ri kai wakafi na'am sammaitumuha antum wa abaukum na'am sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu ma anzalallahu biha min sultan إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا عبد الكريم أذن كسام ولي كنا وقف طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يؤتي ماله يتزكى إلى قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك
الذي يؤتي ماله يتزكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أوقظ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. حزمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أوقظ ظهرك. الذي الذي الإظهار له القمر. الذي الذي نعم الإظهار له القمر. الذي الذي نعم المد الجازم المفصل. الذي الإظهار له الفعل بإظهار يعني الذي نعم حاول. الذي نعم الإظهار لام القمرية. الإدغام لام الشمسية. الذي المد الجازم المفصل. أنقض أنقض الإخفاء الحقيقي. أنقض ظهرك حكم الراء. ظهرك نعم التفخيم الراء. السؤال الأخير ما هو المد الفرعي؟ مد الفرعي هو المد الزائر على المد الطبيعي. نعم بسبب همز أو سكون. بارك الله فيك.